أنا السيدة ديالي جاء الوجاء بالليل، اتجهت بها للمستشفى القرب المحاميت، من تما داونا في لابيلانس ديالهم و داونا في لابيلانس والطبيبة، مشينا اتجهنا لمحمد السادس. من محمد السادس دخلنا السيدة، دخلناها لعندهم. من هذيك الساعة ما بقيناش شفنا عليها حتى اخبار حتى الربعة ديال العشية. الربعة تاعت العشية مشيت عند السيكوريتي ديال الباب، قلت الله يجزيك بخير واحد الورقة راه باش ندخل نشوف السيدة. قال لك اودي السيدة في الإنعاش، ما يمكنلكش تدخل دابا، تطلع للبلوك. الحالة الصحية ديال السيدة قبل الولادة كانت مزيانة مزيانة، ومن بعد الولادة لقاو عندها لاطونسيو ودخلوها للإنعاش. فاش مشيت عند السيد فاش ولدات ومشيت عند السيكوريتي ديال الباب، قلت الله يجزيك بخير، بغيت واحد الوريقة باش ندخل عند السيدة. قالك السيدة راه في الجامع في البلوك، ما يمكن تشوفها لا انت ولا اي واحد اخر، تطلع من البلوك وتشوفها. مشيت انا والاب ديالي مع الستة، مشيت تنظر في السبيطار، والوالدة ديالي مشينا تنظرو، تلاقينا مع واحد الطبيب الله يجازيه بخير ساعدنا ودانا ورافقنا. تمشينا شفنا الجناح فين كاينه السيده ديالي. فاش توصلنا للجناح فين كاينه السيده ديالي قالك ما يدخلش شي واحد، قلنا لي غادي تدخل الام ديالي. دخلت الام ديالي وتشوفها، شافت السيده بخير وعلى خير، هضرت مع واحد الطبيب تما، قالت لي الله يجزيك بخير واش ممكن نشوف البنيه. قالت لي بغيت نشوف، قالت لي بغيت نشوف البنيه. قال لها مهمتي، قال لها هي كوني هانيه، راه البنيه في صحه جيده. قال لها ترى غدا هي تهني، راه البنية زوينة. واحد أعطانا شي مواصفات عليها، قال لك راه ما ناقصها ما والو، بخير وعلى خير، ترى غدا وجي. النهار الآخر فاش عيطوا لي في السبيطار، عيط لي الطبيب قال لي باش جي على حساب الدواء. جاي أنا في الطوبيس، شديت الطوبيس من المحاميد باش نتجه لمحمد السادس على حساب الدواء، غادي على قضية الدواء. فاش دخلت للسبيطار قالوا لي علاش قبل جيتي؟ قلت راه جيت كتبوا لي في الجناح قال لك جيب شي دواء. واحد الطبيب اخر تعيط قال لي جيب الدواء. وانا تغوت معاهم تما، هو يقول لي الحارس العام قال لهم شكون اللي قال لكم جيبوا لي شي دواء؟ حتى واحد ما باقي، هما يتسلتوا كلهم. هو يقول لي، قلت له راه استدعيتيني العمس؟ قال لك هي راه عيطت لك. قلت له ياك هانيه؟ قال لي راه هانيه الحمد لله. قلت له ياك واش شي باس ما كاين؟ قال لك راه شي باس ما كاين. قال لك راه الام، قلت له الام قال لك بخير وعلى خير. والبنيه قال لك البنيه قال لك محروقه، ايوا شوي في رجليها وفي يديها، راه الحمد لله تحت العنايه الطبيه. طيب كيف محروقه؟ واش فصل لك الحادث واش وقع البنيه، ولا هي قال لك هكا محروقه صافي راه محروقه؟ قال لي الحريق، قال لك وقع سبب حريق بسبب الحريق في السبيطار، تحرقات في السبيطار. ليس قال لك خطا وقع في السبيطار في هذاك لاماس ديال الضوء ديال الكونه ديال الدراري الصغار، تما فاش صافي تحرقات الاستفسار طبي. فاش مشينا عند البروفيسور ديال الطبه، مشى بغى يونسني، مشيت دخلت عندهم وداروا بيا هما كلهم باش يونسني، باش انا ما نطلعش، يبقاو يونسوني هي بشوي بشوي باش نتقبل الخبر. من تما هو اتجه معايا الحارس العام، قال لي يلاه تشوف البنيه في الانعاش، كاينه في الجناح الانعاش الطفل. مشيت انا وياه، لقينا الطبيب تما، قال لي راه دابا البنيه، قال لي تفضل قولي يدخل. دخلنا عندها، البنيه ما بقيتش شفت فيها والو، لا يديها لا رجليها لا عينيها لا حتى شي حاجه. قال لي والبنيه ديك الساعات توفات. قال لي البنيه، قال لي راه الحمد لله راه تحت الرعايه الطبيه، وديري حنا اكثر من جهدنا، وفي الاخر تلقى داكشي هي الكذوب، البنيه توفات مع الربعه. وما تلقيت الخبر حتى 6:15 اللي تلقيت الخبر تلوثات، لا ما شافوهاش لحد الساعه، الوالده ما شافتهاش. قالوا لها، قال الطبيب، قال الوالده البنيه في صحه جيده، سير مهمتي تهناي طال غدا ان شاء الله وغادي تشوفيها. فاش مفاجاه، فاش وقعت الزياره، فاش انا اتصلت بالوالده بانه فراسي الخبر ديال الحريق اللي وقع، اتصل بالوالده قلت لها راه البنيه ديالي، راه قال لي الحارس العام قال لي راه تحرقات وداك الشيء راه تحت العنايه الطبيه. مي ما تقبلاش. فاش جينا بغينا ندخلو فوقيت الزياره، طلعت مسكينه انا والاب ديالي، اتجهنا جيت السيكوريتي باش نمشيو على قبيبه، باش نمشيو للجناح.
الوالده ديالي طلعت للفوق الجناح ديال الطفل وهي تلقى بواحد الطبيبه تما، قالت لها واش انت هي الام انت مشيت للبنيه اللي تحرقات؟ قالت لها يا بنيتي. قالت لها الوالده اجرك الله في البنيه، راه البنيه راه توفات. فاش تلقيت الخبر، فاش تلقيت الخبر جاتني الصدمه، تصدمت وبديت تنبكي، عطيتها البكا. جاتني واحد ضياق عليا صدري. النهار الاخر قالوا لي الناس، قال لي مشيت لولايه الامن، لولايه الامن هادي اللي في باب الخميس، داروا لي رابور، لقيتها مطالعه عندهم بانه البنيه راه تحرقات. فاش مشيت لولايه الامن داروا لي الرابور وداك الشيء، قال لي هي سير دابا نسولوا فيك، يكون هاني راه التحقيق خدام وراه حنا راه دايرين خدمتنا. وقلت لهم بغيت غير هذاك الرقم ديال الملف ديالي وداك الشيء، قال لك تنديروا التحقيقات وداك الشيء ونعطيوك الرقم ديال الملف ديالك. دابا قال لك حنا خدامين. النهار الاخر اتجهت النائب العام الوكيل الملك، قال لي راه وليدي المسطره خدامه، قال لك يسير كون هاني ينعس على جوج مرات. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.